خالد هو مثل من يوم كان يعني اكتشفنا ان عنده نشاط زايد، اكتشفنا فيه طبعا حب اكثر شيء للرياضه. الطالب خالد الفاسي التحق هذا العام بمركز التقييم والتأهيل المهني، وهو من الطلبة المتميزين في عدة مجالات كالمجال الرياضي والمجال الفني. الفترة هذه أنا طبعا لازم هي لخالد الجو المناسب اللي خليه انه هو يعني يبذل مجهود اكثر. الله يوفقه، بالعكس هذا شيء افتخر فيه، انا عشان بلدي عمان اشارك في البطوله الشتويه ارفع اسم بلدي.